كلمة خبير التاريخ العربي الإسلامي. شكرا سيد الدكتور. الحدث أولا يلفت النظر إلى أن الدكتور سيد الدكتور شهرين أو ثلاثة لما بدأ تنظيم حزب الإسلامية المشتملة على محاضرات ومعارض ولقاءات كتابية كان يعني قد أوصل للتنسيق مع الزملاء المتمكنة ومع الجانب الإسلامي وأكد تأكيد كبير على أن كل الفرق الصومالية نسيج كبير لا يقل مكان عن الأنشطة التي تضرب القاهرة خاصة هذه الاحتفالية لأنه يؤمن بأن المبادرة الفرنسية والاحتفاء بالعلم العربي ينبغي أيضا أن تلقى منا اهتمام مماثل ومكتبة الإسكندرية باعتبارها لحظة التقاء بين الثقافات خاصة الأوسطية البحر الأوسطية فمن الطبيعي أن يكون لمكتبة الإسكندرية حضور كبير من الاحتفالية وفعلا لو شفنا البرنامج اللي تم الالتفاف إليه هنجد انه ما يجرى من انشطه ثقافيه وفعاليات في مكتبه الاسكندريه صارت هذه الاحتفاليه لا يقل بل يزيد عما سيكون في المعرض وان كان طبعا التطلع الاعلاميه على انشطه الاسكندريه اقل يمكن اخواننا الصحفيين الموجودين يعني يعلم انه القاهره اقرب الى الدور وحين نقمش هذه المسألة بعد الإعلان البرنامج وجدنا من المناسب وتحمس الدين الفكري أن تبدأ بمحاضرة عن العلم في مصر تأكيدا على عملية التواصل العلم في مصر خاصة مملوكة وهذه هي محاضرة الافتتاحية لهذا النشاط والتي لا يمكن أن أصل إلى مضمونها إذا تحدثت عن العصر المملوكي مباشرة إذ لابد من الرجوع للوراء قليلا ربما كثيرا فالمستشرق الألماني الشهير ماكس مانهار اللي قضى حياته النصف الأكبر من حياته في مصر كتب مقال دراسة مشهورة جدا بعنوان من الإسكندرية إلى بغداد. هذه الدراسة تعتبر دراسة استشراقية نموذجية من حيث كثافتها وغيرها تم المراجعة المكتشفة فيها وضوح الفكرة وهي انتقال العلم من مدرسة الإسكندرية القديمة مكتبتها ومعاهدها العلمية إلى بغداد. وهو ما يصح عنه عنوان المقالة من الإسكندرية إلى بغداد. في الحقيقة اشتغل هذا اللون من البحث في المجامع الاستشراقية ولدى المتخصصين ولدى الطالب العام بحيث أصبح الإسهام اليوناني في الحضارة العربية الإسلامية إسهام واضح خاصة أن المسلمين نفسهم كانوا معترفين بالفضل لليونان حتى أننا لا نكاد نجد اسما يونانيا كبيرا في نص عربي مثل أوقراط أو جاليوس إلا مسبوقا بلقب الفاضل يقال الفاضل أوقراط الفاضل جاليوس وفي شروح العرب على المتون اليونانية القديمة أوكليدس و السكندريين نجد الشرح ممزوج بتقدير كبير لهؤلاء اليونانيين إذا الإسلام اليوناني في الحضارة العربية الإسلامية أمر واضح ومحدد ومطلوب ولكن المستتر والأكثر نحولا والمختفي يمكن هو الإسهام العربي العلم العربي في سياق التحضر الأوروبي والدور اللي لعبه التراث العربي في صياغة العلم الأوروبي في الرينيسانس نقطة كمان مختفية ولا تراجع إليها بانظار وهي حال العلم في مصر في العصر المملوكي ودي اللي بقول علشان
ندركه ونفهم معاً ما الذي حدث آنذاك، لابد أن نرجع قليلاً للوراء قبل بداية العصر المملوكي في مصر بمئة سنة. ففي سنة 618 هجرية بدأ اندفاع جنكيز خان لتدمير المملكة الخوارزمية، كان مدفوعاً بحقد كبير. إذا استنفره محمد خوارزمي شاه وأصر على استدراجه للحرب ظنًا منه لأنه سيستولي على الصين، محمد خوارزمي شاه تنفحت أحلام توسعية كبيرة. أهان جنكيز خان إهانات باهرة وتورط معه في حرب اجتاح معها جنكيز خان المملكة الشرقية، وواصل حفيده هولاكو هذه المسيرة مدفوعا بحقن جده وأيضا بتحفيز زوجته طقس خاتون التي كانت مستورية تكره المسلمين كراهية شديدة، وكانت تدعوه دوما إلى تدمير الجماعات الإسلامية على اختلافها. يعني هو يسقط بغداد وهو أيضا يسقط قلعة ألاموت، أكبر تجمع للشيعة الإسماعيلية، وكانت قلعة حصينة جدا في بلاد فارس، ولم يستطع الخلفاء العباسيين عبر 200 سنة أن ينالوا منها، ولكن هو دمرها في طريقه ووقف عند أسوار بغداد واستباحها 40 يوما. تعددت الروايات فيما قتلهم هناك وهناك، الدراسات الحديثة تقول 80,000 والمراجع المعاصرة تقول 1,800,000، ولكن الأهم هو أن هولاكو وضع المخطوطات في نهر دجلة. والغريب أن تم تصوير هذه المسألة في الكتب المدرسية المصرية باعتبارها شيئا مستوحى من أفلام الكرتون، أن هولاكو وضع المخطوطات في نهر دجلة كي يعبر عليها الخيل. هذا طبعا تصور صبيان للمسألة. هولاكو كان يعلم أن كتاب هذه الأمة المدون في مخطوطاتها ليس شيء أخطر عليه من الماء، فأراد غسل عقل هذه الأمة. هو لم يكن فاتحا يسعى للسيطرة على منابع النفط، إنما هو كان صاحب رسالة منظمة تدميرية لاضطراب هذه الجماعة، ومن ثم تفنن هولاكو حين أسقط بغداد سنة 56 هجرية في طمس هذه الهوية تماما. على الجانب الآخر من العالم الإسلامي، كان حال الأندلس قد بدأ يضعف، كان عصر ملوك الطوائف، وكان الزمن الأندلسي الجميل قد كان للزوال، وأصبحت هذه المنطقة من العالم التي لا تزال الآثار الباقية فيها تشهد بروعة هذه القرون الخالية، قصر الحمراء، مباني قرطبة، وهذا الإسهام الكبير في تاريخ الحضارة الإنسانية الذي انصرف بدوره إلى أوروبا وأثر